صفقة القرن وحتى دون الإعلان عنها رسميا مرفوضة من قبل شعبنا بكافة مكوناته، لأنها تهدف في النهاية إلى تصفية القضية على حساب الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وكل ما صدر من تصريحات أو أفعال تؤكد على ذلك، خاصة عندما نتحدث عن إدارة أمريكية منسجمة بشكل كامل مع المواقف المتطرفة اليمينية لحكومة الاحتلال. نحن واثقون من قدرة شعبنا وقواه الحية على مواجهة هذه الصفقة على الرغم من التحديات والواقع العربي والإقليمي الصعب، ونحن مستعدون لتقديم كل التضحيات اللازمة للوقوف في وجه هذه المؤامرة علينا، ونمتلك كشعب وكمقاومة الكثير من الأوراق، أولها الصمود والرفض المطلق ورفع الغطاء عن أي طرف محلي أو إقليمي يفكر بالتجاوب مع هذه الصفقة، ولدينا فصائل المقاومة وما تملكه من قدرات وإمكانيات، وكذلك قدرة شعبنا على العمل الجماهيري الشعبي الواسع والممتد في كل الساحات، ومن خلفنا جماهير أمتنا الداعمة والمساندة لنا. لكن تبقى نقطة القوة الأكبر والأكثر إلحاحا هي إيجاد حالة توافق وطني فلسطيني يتجاوز مرحلة الانقسام. ومن هنا نحن ندعو الإخوة في حركة فتح على وجه الخصوص إلى الذهاب فورا وبشكل جدي وعملي نحو المصالحة والوحدة على أساس الاتفاقيات التي سبق أن وقع عليها الجميع، وفي مقدمتها اتفاقية 2011 وما بعدها. قطاع غزة يعيش حصارا ظالما ومدمرا، وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية وعلى حاجات الناس الأساسية، وهذا الحصار منذ أكثر من 11 عاماً، وأهلنا هناك يعاقبون بسبب صمودهم وثباتهم في مواجهة الاحتلال ولرفضهم المطلق لأي تنازلات أو تراجع عن الثوابت الفلسطينية. لكن مما زاد الوضع سوءاً هو تلك الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة مؤخراً منذ العام 2017، والتي تؤدي إلى إرباك الحالة الفلسطينية عموماً والإضعاف قدرة شعبنا على مواجهة صفقة القرن. لا شك أن هناك أطراف عديدة معادية لشعبنا تسعى لزرع الفرقة والانقسام، وقد تتحرك تحت عناوين مختلفة، لكن مواجهة هذا الأمر يتطلب توافقا وطنيا، ولا يعقل أن يدعو البعض لزيادة معاناة أهلنا في غزة تحت ذريعة رفض صفقة القرن. إن الذي يرفض هذه الصفقة بشكل حقيقي، وأقصد هنا السلطة، عليه أن يغير سلوكه تجاه غزة بشكل جذري، وأن يقدم لها كل أسباب الصمود والثبات، وأن يتجاوب مع المطلب الشعبي العام المنادي برفع العقوبات عن أهلنا في غزة، وأن يتوجه بشكل آني نحو المصالحة وإنهاء الانقسام. بداية، المجلس المركزي الحالي هو وليد للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في رام الله مؤخرا، والذي كان هو أصلا مجلسا غير شرعي، ويعني حظي بمقاطعة كبيرة من مكونات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، وكان لانعقاده بالطريقة التي تمت مخالفة واضحة أولا للرأي العام للفصائل وللرأي العام للشعب الفلسطيني، وأيضا حتى للقوانين والأنظمة التي تحكم منظمة التحرير الفلسطينية. وبالتالي ما الحديث عن جسم عمليا هو غير شرعي، ولذلك كل مقرراته تبقى تحت طائلة علامة الاستفهام والرفض العام من قبل شعبنا الفلسطيني. لكن إذا صح ما يشاع بين الحين والآخر عن توجه أن يقوم هذا المجلس، والذي هو مجلس مركزي غير شرعي وغير منتخب، بإلغاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب من قبل شعبنا الفلسطيني في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها كل العالم، بلا شك أن هذا يتجاوز الأبعاد القانونية ويتعارض مع النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية. لكنه أهم من ذلك، هو سيكون حراك خارج الإطار الوطني الفلسطيني، وهذا القرار فيما لو تم سوف يكون ضربة ربما قاسمة حتى للمشروع الوطني الفلسطيني ولفكرة الوحدة الفلسطينية التي يسعى لها الجميع. أنا أعتقد أنه ينبغي على قيادة السلطة ومن القيادة التي تحرك المجلس المركزي والمجلس الوطني أن تلتقط الإشارات الواضحة من أبناء شعبنا الرافضة لاستمرار الانقسام، و
حالة الإقصاء التي تمارسها هذه القيادة. وأنا أعتقد أن المسيرات التي خرجت في رام الله وغيرها مؤخرا حول العقوبات ورفضا للعقوبات السلطة على قطاع غزة هي رسالة يجب أن تصل إلى أصحابها، بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يوافق على استمرار حالة الإقصاء والاستفراد بالقرار الوطني الفلسطيني، بعيدا عن المكونات والفصائل الفلسطينية وبعيدا عن الشرعية الشعبية القادمة من الانتخابات. لذلك نأمل أن تكون هذه الأقوال مجرد إشاعات، وإلا في حالة حدوثها فالأمور سوف تؤدي إلى مزيد من الضعف والإرباك في الحالة الفلسطينية، وهذا بالضبط ما سيؤدي إلى ضعف مواجهتنا لصفقة القرن. ولذلك عندها يصبح الحديث عن رفض هذه الصفقة من قبل السلطة يعني كلام يحتاج إلى دليل ولا إثبات.